في حارس الأهلي. الكابتن هادي خشبة نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق يتحدث عن استعدادات الأهلي لمواجهة الزمالك في نهائي السوبر، وماذا يحتاج البارد الأحمر لحصد اللقب الـ15. هادي خشبة وجول، ويكشف الأوراق التي ترجح كفة الأهلي للوقوف على منصة التتويج، ويستعيد ذكريات الإنجازات والبطولات وتحطيم الأرقام القياسية. انتظرونا ليلة السوبر مع أحمد شوبير في حارس الأهلي في الأوقات التالية على قناة الأهلي.